نعم، الحقيقة القضية اللي أشرت لها مهمة جدا أستاذ أحمد، هي أنه مفاعل تموز التاريخ لا يعيد نفسه بهذه الحرفية. مفاعل تموز كان موقع واحد، والعراق لم يكن أبدا مستعدا آنذاك لمهاجمة إسرائيل لموقع هذا، ويعني لم يكن يخطر في بال أحد. مثل ما قلت حضرتك، حتى إدارة الأمريكية إدارة ريغان فشلت استخباريا في التنبؤ بهذه الضربة. إذن كانت هناك جملة من الظروف كثيرة جدا لصالح ضربة تموز 81 أو أوزيريس، أو يعني سمه ما شئت المفاعل. الآن الوضع اختلف تماما كما قلت حضرتك. أولا هو ليس موقع واحد، هو ربما عشرات المواقع. ثانيا، إيران مستعدة لهذا الاحتمال منذ سنوات، أو تستعد لهذا الاحتمال منذ سنوات الحقيقة. ثالثا، الفرق بين إيران وبين إسرائيل رغم أنه ما زال فرق واسع، لكن لا يمكن أبدا مقارنته بين العراق وبين إسرائيل عام 81. كان هناك يعني تفوق واضح وساحق لإسرائيل على العراق، خصوصا في الفترة اللي كان يخوض فيها حرب مع إيران 86. كل هذه الأسباب تجعل عملية الدعم الأمريكي اللوجستي والسياسي لمثل هذه الضربة فيما لو حدثت أمر قد يبدو لا غنى عنه، ولكن إسرائيل تتصرف بالموجود. الموجود يقول أن أمريكا لن تدعم أبدا أي ضربة إسرائيلية على إيران، أبدا لن تدعم بهذا الشكل. وقطعا إذا كانت لن تدعم فهي لن تشارك في هذه الضربة. وهذه القضية يعني تخيف الجانب الإسرائيلي، أو إسرائيل كشعب أو ككيان أو كتجمع أو إلى آخره. عاش طوال عمره منذ تأسيسه عام 48 وإلى حد هذه اللحظة على فكرة وجود قوى عظمى تمنح حمايتها لهذا الكيان. يعني فرنسا لعبت هذا الدور في تأسيس إسرائيل، ظلت تلعبها إلى عام 56-58، ثم حلت الولايات المتحدة الأمريكية مدال فرنسا إلى حد كبير، واستمرت الولايات المتحدة بلعب هذا الدور بنجاح كبير. يعني أذكر في 67، في 73، هاي المعارك المصيرية الكبرى بالنسبة لإسرائيل كانت أمريكا دائما بظهرهم، ولولا الوقوف الأمريكي ما كان حقا. الآن طبعا هناك خشية كبيرة، فجأة يجد الطرف الإسرائيلي نفسه محلق في الهواء بلا جناحين. هذه فكرة مرعبة وإلى حد ما مرفوضة. كثير من الناس يقولون أنه يجب علينا أن نتخلى عن الحليف الأمريكي، لكن أخشى أن العكس هو اللي صار. الحليف الأمريكي هو من يرفض الآن مساندة إسرائيل في رؤيتها وفي تحليلها للوضع الاستراتيجي في المنطقة. لهذا إسرائيل تتصرف إلى حد ما، أولا محاولة البحث عن بديل للقوى الأمريكية في حمايتها دوليا، وهي لم تنجح حتى الآن في إيجاد هذا البديل. ثالثا، محاولة التصرف بشكل مستقل معتمدة في ذلك على تفوق واضح على المستوى العسكري أو على المستوى العلمي أو على مستويات كثيرة، اقتصادي حتى، على كل خصومة في المنطقة. والحقيقة هو لم يعد لها خصوم في المنطقة باستثناء إيران وجماعاتها المسلحة. لهذا أنا أقول بأنه إسرائيل قد لا تكون مختارة لما تقوم به الآن بقدر ما هي مجبرة. هي تعرف تماما، ونحن جميعا نعرف أيضا، أن الاتفاقيات الأمنية حول القدرة النووية الإيرانية لن تفلح، ومن المشكوك فيه أن تفلح الآن في ظل، خصوصا في ظل إدارة الرئيس رئيسي. وطالما بقي النظام الإيراني بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه الصيغة، من الصعب جدا أن تفلح مع أي مباحثات تكبح نشاط النووي. فماذا تفعل إسرائيل في هذه الحالة غير الاعتماد على أنفسها؟